الأسد الغضنفر، ملك الغابة، الكاسر الذي يهابه الجميع. ولتواجه أسداً عليك أن تمتلك قلب أسد. انظروا إليه كم يبدو جميلاً بملامحه الحادة. طبعاً الأسد يتميز بحاسة شم خارقة تمكنه من الوصول إلى فرائسه وروائح الطعام التي يشتهيها. في مشهد يحبس الأنفاس، فاجأ أسد ضخم فاجأ مجموعة من السياح أثناء تخييمهم في محمية طبيعية بجمهورية بوتسوانا. اقترب الأسد منهم جدا متفقدا المنطقة من حولهم. يبدو أن الأسد الجائع كان يبحث عن شيء ليمزمز به، كان يبحث عن سناكس ليرضي معدته، لكن لحسن حظهم أنهم تمالكوا أعصابهم وظلوا هادئين لا يحركون ساكنا ليتجنبوا مهاجمة الأسد لهم، تماشيا مع ماذا؟ مع تعليمات مسؤولي المنطقة. اللحظات مرت طويلة جدا عند مرور الأسد بالقرب منهم. لنتابع تلك اللحظات الصعبة للغاية. إذن يبدو أن التعليمات كانت صحيحة دقيقة. إذن صرف الأسد في هدوء دون إحداث أي إزعاج أو إلحاق أي ضرر بهؤلاء السياح. وإذا كنت ترغب بالذهاب إلى هناك حيث يتواجد ذلك الأسد وتشاهد هذا الأسد عن قرب وتعيش نفس التجربة، إليك بعض المعلومات عن بوتسوانا التي تشتهر بوجود بعض من أفضل المناطق البرية والحياة البرية في القارة الأفريقية، مع وجود 38% من إجمالي مساحتها الإجمالية مخصصة للحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية. تتميز برحلات السفاري وتقدم للسائح سبل الإقامة المتعددة، تبدأ من الفنادق الفاخرة إلى أماكن التخييم الخاصة والعامة أيضا. وكذلك التعليقات التي جاءت حول هذه الحكاية وما تعرض له هؤلاء السياح في هذا المكان كانت كثيرة. نبدأ التعليق الأول مع عادل أو لما، عفوا، يقول عادل لما تقول في تعليقها: صدق لما قال عادل إمام أنا بخاف من الكلب يطلع لي أسد، مجرد التفكير أنه الأسد يمر بالقرب منك يخليك تعيد شريط ذكرياتك تحسما لأي لحظة ممكن أن يهاجمك فيها، الله يكون بعونهم. كيف تحملوا مرور الأسد والموقف الصعب، وهل سيعيدون الرحلة مجددا؟ ماذا قالت لنا علياء؟ تقول علياء في تعليقها: ناس بطرانة، أكو واحد عدى فلوس ومتمكن ووقت يروح الأفريقيا وللغابات، شنو يعني؟ شو تتوقع تشوف؟ طبعا يجيك أسد أو ضبع أو نمر أو قرد، روح تونس، خلص فلوسك بأماكن ثانية حلوة واستمتع بالحياة، جايب نص البق والروائح الكريهة إنه بسد. تعليق من محمد عبد الله يقول: الأسد هيبة ويخوف
عمي هذا اذا صاحب وجههم يخليهم ينسون الميموري مالتهم ويشخطون شكو ذكرى كانت عندهم ويبدون حياتهم من جديد، وما مجبورين تروحون لهاي الاماكن. شنو هاي الرحله؟ لو ينطوني فلوس ما اروح. عمي تخوف الشغله. ايضا هناك مداخله اخرى وتعليق اخر من سميران يقول شلون واقفين حبابين وساكتين بس الاسد يقولون يشم ريحه الخوف، واذا عرف بيهم وحس باي حركه مفاجئه منهم ممكن ينثار عليهم ويقتلهم كلهم، فالافضل انه سمعوا كلام الدليل اللي وياهم النوب. شلون صارت صمته؟ لا حس ولا نفس. تعليق من سلمان كاظم يقول سلمان يبدا بضحكه، هذا الاسد ذكرني من يدخل مدرس الانجليزي علينا للصف وكلنا نسكت ولا حركة ولا حكاية، يفوت المدرس ويباوع علينا ويخزرنا وبعدين يطلع وراها يلا نجر نفس شوية ونتحرك. يما شلون خوفه من الأسد؟ العفو من المدرس أبو الإنجليزي. إذن